جمهور هوار البرازيلي كان هذا لقب نادي فوجيو يعني. ما لقبوني كان لقبوني ك زملائي واقوى اقرباء كان لي وكنت بفرق سبع كان يلقبوني الملك يعني دائما اصدقائي ينصحوا لي انت ملك وكنت صغير وجمهور جمهور كان يجي على مود يعني قرايبنا وجوارينا وناس هواية كان يشجعوني صراحة ونصحوا لي يقول انت ملك انت ملك يعني والحمد لله. لعبت يمكن مبارتين امام المانيا امام برازيل تعرف مجموعتنا كانت قويه في كاس العالم في ارجنتين 2001 يمكن رجعنا من ارجنتين بقيت فتره قصيره مع المنتخب الاولمبي وراها دعوني كنت يمكن بالبيت جاني تليفون من الاتحاد العراقي قال هاليوم لازم تحضروا نفسكم تطلعون البحرين مع المنتخب كنا نحن جاهزين ان شاء الله سافرت وصلنا البحرين كابتن عدنان حمد يعني ساحب فضل عليه كبير صراحة قبل المباراة بيومين قال هوار اريدك انت راح تلعب اساسي امام السعودية قلت كابتن انا جاهز والعب واول مباراة لي دوليا امام المنتخب السعودي في بحرين توصيات كاس العالم. يمتاز هوار بسرعة والمهارة والتكنيك العالي واللعب بكلا القدمين كما يجيد ألعاب الهواء والتسديد من زوايا مختلفة والتسجيل من الكرات الثابتة هداف بارع يمتلك مواصفات نادرا ما يمتلكها لاعب آخر يجيد اللعب في عدة مراكز تساعده في ذلك لياقته العالية ومرونته والقوة التي يمتلكها بدأت العروض تنهال عليه من كل صوب وحد حتى بدأ مشواره الاحترافي مع الأنصار اللبناني ليمثله بنجاح لينتقل بعدها للاحتراف في الدوري الأوروبي وتحديدا مع نادي أبولون القبرصي الذي شكل معه حضورا متميزا ومن ثم مثل العين الإماراتي على سبيل الإعارة